طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استصار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي بامتياز. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. مع قرب ولادة الحكومة السادسة منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، برزت يعني اليوم تبرز عدة أسئلة حول الحكومة وإمكانية نجاح هذه الحكومة وما سوف تستطيع من تغييره، ومن بين تلك الأسئلة مصير الزعامات السياسية التي عرفها العراقيون منذ الاحتلال ولغاية اليوم، والتي جاءت مع الجيش الأمريكي و يعني تناوبت على المناصب التنفيذية في البلاد، كإبراهيم الجعفري وأياد علاوي ونور المالكي وبيان صولاغ وموفق الربيعي وأسامة النجيفي وأياد السمرائي وحاشم الحسني ومسعود البرزاني وآخرين كثر. ضمن ما بات يطلق عليهم يعني اليوم في الصحافة المحلية، يطلقون على هؤلاء يطلقون عليهم تسمية الخط الأول. يوم الخميس الماضي وزارة العدل أعلنت عن إحالة رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم ونواب الثلاثة إلى التقاعد، وهم نوري المالكي وأسامة النجيفي وأياد علاوي، وهو إجراء يعني تم اعتباره بأنه إجراء روتيني. الثلاثة عادوا من شباك البرلمان كما يقال مجددا في دورته الرابعة الحالية، ومع تأكيد رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في بيانات سابقة على عدم اختيار أي نائب في تشكيلته الحكومية. كذلك استبعاد المسؤولين السابقين، منها يعني تسربت معلومات عن أن المفاوضات الحالية لتشكيل الحكومة تتضمن مناصب ترضية وأخرى للحصانة والوجاهة لزعامات سياسية، خصوصا تلك التي لم تفز بالبرلمان لتحصينها من ملفات الفساد التي قد تفتح عليهم في أي وقت، كإبراهيم الجعفري وموفق الربيعي وبيان صولاغ وهادي العامري وعدنان الأسدي وآخرين، وذلك في وقت يعني يطمح فيه آخرون بالعودة لمناصب تشريفية كنائب رئيس الجمهورية أو مستشار شؤون المصالحة أو رئيس تحالف سياسي أو أحد أعضاء الهيئة المرتبطة بالبرلمان. بحسب مصدر مقرب نقلته صحيفة العربي الجديد من مكتب عادل عبد المهدي، فإن نور المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي تحديدا لن يحصلوا على وزارة يديرونها بصفة شخصية. بدأ يعني هناك تحركات تهدف إلى العودة لمنصب من قبل مسؤولين لمنصب مثلا نائب رئيس الجمهورية، وهو ما يعني كانوا عليه خلال السنوات الأربع الماضية. وأشار في حديث كما قلنا إلى صحيفة العربي الجديد بأن باقر صولاغ هو الآخر تحرك خلال الأيام الماضية لنيل منصب تشريفي أو استشاري، وهو ما يعتبره استحقاقا ضمن ما يعرف بالخدمة الجهادية، في إشارة إلى سنوات المعارضة ضد نظام صدام حسين. لفت المصدر إلى أن وزير الدفاع السابق لدورتين سعدون الدليمي من ضمن الشخصيات التي دخلت على الخط للحصول على مناصب رفيعة، وكذلك فالح الفياض ومحمد الكربولي. وكشف هذا المصدر بأن محاولاتهم لم تحقق تقدما لغاية الآن، وأن عادل عبد المهدي
يواجه ضغط بالرفض أو التهرب من هذه المحاولة. اعتبر بأن مساعيهم هي لوقف أي تحرك مستقبلي ضدهم بملفات فساد يتورطون بها منذ عام 2003. طبعا بالمناسبة يعني لما اجى رئيس الوزراء المنتهي ولايته حيدر العبادي قام ب يعني اعلان انه تم الغاء منصب نائب رئيس الجمهوريه، نتذكر هذا الامر، وعلى اساس تقليص المناصب وكشف الفضائيين بقى المالكي، بقى هياد علاوي، بقى اسامه النجيفي نواب لرئيس الجمهوريه. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك كريمة وبالمشاهدين. يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. بالنسبة للفساد الإداري والمالي الموجود بعراقنا، يعني هذا راح يستمر أستاذ، وهذا ممنهج، يعني يفتخر به كل الفاسدين. كل فاسد يفتخر بهذا المنصب اللي جاي يسرق من خلاله بين عوائلهم وبين عشائرهم وبين العلاقات السياسية اللي يحجون بها، وحتى بالإعلام من يطلعون يتمنطقون ويحجون بإنجازات وهمية، هم ناس يفتخرون بهالشيء. والعراق باقي على وضع السابق، يعني هاي الفترة ال 15 سنة ماكو أي تغيير، يعني نفس المناصب الوزارية بكل مرحلة دورة انتخابية تشوف الصراعات قادة الكتل والمرجعية تتدخل والمرجعية تأمر وكذا، بس بلا جدوى. هو راح يجون ناس فاسدين وإرضاء قادة الكتل. المالكي حتى مثل ما قرأت هسه النشرة، إذا ما أخذ منصب لازم ياخذ كتلته ودولة القانون ياخذون وزارة سيادية يتم من خلالها هو تمرير كل ما يريدونه من صفقات سرقة أو يحمون أنفسهم من قبل حصانة، يعني الوزارة تحميهم، تحمي قائد الكتلة وتحمي الوزير والمدراء العامين التابعين له ورؤساء الهيئات الباقية، كلها ناس تحمي شبكة ناس تحمي بناس. فعادل عبد المهدي ما صور راح يكون وطني وراح ينقذ العراق، ينقذ العراق من هذا يعني المستقبل الغامض، الوضع الحالي. نعم نعم، ما عنده أي لا جرة عنده ولا يقدر يرضي قادة الكتل، يعني أكو محاصصة طائفية. نعم. تشرف عليها المرجعية ويشرفون عليها قادة الأحزاب. فعادل عبد المهدي ما أصور راح يطلع من هذا السرب وينقذ الدولة العراقية، لأن الدولة العراقية إحنا نعرفها العراق محتل وأرض هشة يعني هشة، يعني ما ماكو قرار سيادي ينقذ العراق من هذه الوجوه الكالحة الفاسدة. نعم. ويبقى مسلسل الموت أستاذ، هذا مسلسل الموت والتفجيرات والاغتيالات، يعني ما راح يسوون شيء، لا الملف أمني ولا محاسبة فاسد ولا هذا الموجة اللي جاي نشوفها حاليا من نزوح ومن نقص احتياجات بالبصرة وغيرها، ما راح يسوون فشي. كل اجتماعاتهم اللي يصرفون على الاجتماعات كان نقضة من البصرة برسالة مع المي أو مجمع مياه، يعني ينقذون البصرة به من جاي يعانون هذا الحرب. طب رأيك 15 سنة ما شبعوا من المناصب؟ ابدا استاذ، هم يريد يوصلون العراق الى مرحله مزريه واكثر من هذا الدمار اللي موجود، ما يشبعون الفاسد ما يشبع، ولا الامكانيه اللي يمتلكها المالكي وكل القاده السياسيين واياد علاوي وصالح المطلق وسليم الجبور كلهم بدون استثناء عندهم ميزانيه يعني تعيشهم وتعيش اولادهم 100 سنه. نعم. لكن هذه الاطماع اللي موجوده بنفسهم مش الحرام بدمهم، وهاي شغلة المواكب السيادية اللي تشوفهم موكب شطولة وش عرضة من السيارات والحماية والخدم، بعد ما يقدر يطلع خارج هذا الإطار، يعني تعشعش براسه أنه هو يعني أستاذ وهو رجل سياسي وهو الشخص المناسب بالمكان المناسب، لكن بعد ما يقدر يطلعون يعني ما شبعهم، يريدون دمار البلد بعد أكثر وأكثر. ولا هم لو جادين صدق تشكيل حكومة وطنية المفروض بيهم يخدي أول ما يبدي وكيل الوزير ويبدي بالمدراء العامين، لأن الفساد مو بس على الوزير،
يعني مو بس وزيرة الصحة هي تسرق هي ومكتبها، وزارة الصحة بيها وكلاء وزارة وبيها مدراء عامين أيضا هم فاسدين. المفروض يكون التغيير جذري بالوزارة، كلهم فاسدين كل الوزارات مو بس الصحة، وزارة الزراعة، وزارة التربية، وزارة الكهرباء، يعني مو بس الوزير وحده فاسد. احنا نعرف ان يعني من وكيل وزير او مدير عام كلهم فاسدين. المفروض عادل عبد المهدي الوزاره جذريا يلغيها، يلغي يعني هالمناصب وكيل وزير مدير عام من درجه مدير عام وانت صاعد للوزير، ويجيب ناس اكفاء. يعني يجيب لي دكتور يخليه مثلا على وزاره الصحه دكتور مستقل خارج الاحزاب، لا مقتدى يزعل ولا المرجعيه تزعل ولا نور المالكي ولا صالح المطلق ولا قاده الكتل لهم دخل بالتشكيله هاي، المفروض تشكيله وطنيه في سبيل يشتغلون صحيح. هذا الدمار ال 15 سنه يحاولون، يعني هو مو بسنه اربع سنوات راح يقدر يقدم فد شيء. لكن الوزير من يجي اختصاص وزير مثل الدكتور زراعه يجي على وزاره الزراعه، يعني مهندس صناعي يجي على وزاره الصناعه او معماري او غيرها، المهم اختصاص يجي على الوزاره. مو يجيبونه يعني مثل وزاره الخارجيه اللي يمثلها شخص يعني مجنون، حتى حكي ما يقدر يعرف يحكي بها. شو راح يسوي علاقات خارجيه وعلاقات دوليه وعلاقات حسنه مع الدول الجوار، وهو يتفلفس مواضيع ما حد يفهمها. يصير هيك يجيبون رجل خارجيه يمثل العراق؟ وصلت الفكره. صباح من بغداد، انا اشكرك شكرا جزيلا. صباح من بغداد كان معنا اتصال يحيى من الجزائر. تفضل يحيى. الو، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. احبكم واحب العراق واحب الرافدين. احبك الله الذي احببتنا فيه. شكرا وهذا جزيلا. وهذا دليل قاطع بين تبعكم ليلا نهارا. شكرا شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. احنا ندخل شب الموضوع. في الجينيريك شفت الهادي العامري يعني يقول لا نريد ان يتدخل احد بالعراق، ولكن ما تنساش باللي يقولوا ايران راهي مستعمر العراق. ايران اخي، ايران هي دوله اجنبيه. نعم. واذا كان فيه القاده السياسيين حكام صح حقه هذه العامري يحاكم بالخيانه العظمى لانه شارك الحرب العراقيه. نعم. الحرب العراقيه الايرانيه شارك مع ايران ضد بلده. نعم. يعني ويجي يتصدق بالكلام الغلط، يعني هذا يعني والعراق الشيء الوحيد اللي باغي الطائفيه والميليشيات. هذا مثل نعم مثل الكونسير السرطان لازم يحصلوهم. نعم. نتمنىكم ان شاء الله الازدهار والتقدم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا شكرا جزيلا لك. رسالة يقول فيها: السلام عليكم قناة الرافدين، أحب أقول أن مصير العراق مرتبط بإيران، والقضاء أنت بالعراق لو قضاء زين كان حاكمه المالكي اللي دخل داعش الموصل والأنبار هي من 2003. يقول كلهم مجرمين اللي إجوا كنا بخير قبل العام 2003، هسه كل شيء أنت بالعراق لا تعليم ولا صحة ولا صناعة، البلد صار تعبان. أسأل من الله أن ينتقم منهم وتطلع حوبة هالناس المسكينة. يضيف يقول: تحيات الحجية لكم. شكرا لك وللحجية، تحياتنا إلها. يقول: دزينا الرسالة من وقت لأن النت يقطعوه بالعراق على مدى الامتحانات، وحبيت أشارككم حتى لو قبل الساعة 12. نشكرك وسلامنا إلى الحجية. معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيك. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة إلى العراق العظيم كان سابقا قبل 2003، أما من إجوا على الدبابات طول ما هاي الحكومة من 2003 إلى هذا اليوم برعاية أمريكا وإسرائيل ما رح يتغير شيء، ما يتغير شيء أبدا. هذول إجوا مستبدين بآرائهم وهم كل واحد وحزبه وكل واحد يفوق وكل واحد سوى له قصور بالبرة وخلى له مبالغ يعيش بيها. ما يهم الشعب جاع مات عطش، الاغتيالات زادت، الفقر زاد، الصحة الأمراض زادت بالسرطانات، أهل البصرة ميتين يموتون بالسموم،
ما عندهم لا لحس ولا ضمير ولا احساس. يعني انا اتوقع هسه من عادل عبد المهدي راح يكون وزاره شريفه وراح يكون وزاره مستقله وشريفه وزراء. ماكو هذا الشيء، ما راح يصير، ما راح يصير نهائيا اذا ما الشعب ينهض، واذا ما الشعب يفكر انه هذول مستبدين بهاي الدولة ومصوا دمائهم. ما يصير شعارة، لازم ينقلعون من أساسهم، لازم أساسهم كله. عدلي عبد المهدي هو أول من الواحد السراقين، شو راح هو راح ينظف نفسه حتى راح ينظف البقية؟ كل الوزراء اللي يجيبهم حتى المستقلين من هذول الأحزاب ما يخلوهم يمشون بطريقة سليمة، ولا راح يمشون بطريقة سليمة. راح أول شيء هسه خلي هو من هذا راح للبصرة أبو السوى السوى راح للبصرة، مو بعدهم عطشانين ودا يموتون وأسراب دا يودون إلى المستشفيات بالسموم. السوى وهذا يشتغلوا بالماي، هاي اشتغلوا بالفقر، هاي المستشفيات المليانة من المرضى، مو بس البصرة، كل محافظات، كل بغداد وكل العراق من شماله إلى جنوبه هو متأذي من هاي الحكومة. فالقضاء على أول شيء على الأساس، الرأس الأساسي هي أمريكا وإسرائيل. شلون يقضون عليها؟ لازم العقل العراقي يشتغل، لازم يفكرون مثل ما كانوا سابقا قبل 2003، عندهم عقول إرادية وحب لبلدهم وانتفاضة قوية حتى ينقضون من الجذور. إلا إذا بقوا هذولا مستحيل العراق يصحى، ولا يصحى ابدا، وراح يبقى هالشيء ويكفخون بالاجانب والدول العربيه اللي متفرجه عليه وهكذا، والناس دا تموت وناس مستفادين بيموتون والى اخره. وانا اشكرك. شكرا ام ازهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال ابو زينب من النجف. تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله، يا هلا بك. هو هذا الموضوع طال يعني الحديث به. نعم. وما بصراحة يعني ما نتوقع ونترجى خير. نعم. يعني من 12/5 إلى الآن صار أكثر من 5 أشهر، مو؟ نعم. لحد الآن ما تشكلت حكومة. زين، ثم عادل عبد المهدي مثل ما طلعوا ذولا نور المالكي وإياد علاوي وغيره طلعوهم تقاعد. طيب عادل عبد المهدي عمره 76 سنة. يعني المفروض طالع تقاعد قبل 13 سنة، شلون يخلوا هذا على شنو فوق القانون؟ بعدين عادل عبد المهدي لا مرشح ولا مرشح من اي كتله، شلون يخلوه رئيس وزراء مكلف؟ المفروض انه يرشح ويفوز عن كتله معينه والكتله ترشحها مع مجموعه اخرى، مو؟ ويصير تصويت عليه وينتخبوا. بعدين مو يطلع لنا يوميا شغله ساعة تتنقرات، ساعة يسوي على الشارع، أي واحد مدني عجبه يصير وزير. يعني سوونا مهزلة، سوونا مسخرة. نعم. بعدين دولة كل شيء ما راح يحققون. أنا أقول لك يعني فشل العملية مقدما، لأنه 15 سنة ما أنجزوا شيء. الآن بعد ما ترهلوا بالفساد راح ينجزون شيء مستحيل. إذا بيهم حاب خلي يخلون تركيا وإيران يفتحون المي علينا، و خلي يسوي المي لأهل البصرة، خلي يصادرون جميع أملاك المنقولة وغير المنقولة للسراق مالتهم، يعرفوهم هم بدل من رئيس الوزراء أصغر محافظ ونائب محافظ ورئيس مجلس محافظة وعضو مجلس محافظة وأصغر مدير عام ونائب مدير عام. يعني كافي. يعني ذاك اليوم أنا رحت عندي شغلة راجعت البغداد، يعني مع احترامي للسامع، يعني هاي بغداد كانت كلها زهور وعطور وتمشي بس عجبك تشم هواها. اقسم بذات الله اريدك اتقيا. المجاري طافحه بالشهاده، شارع الرشيد صاير يعني كانه قلنا دجاج. زين، لو جحور مال فار. يعني بغداد تنعم النفس. هاي بغداد عاصمه رابعه اكبر عاصمه بالعالم. فعلى الشعب ان يقول كلمته ويطلع دوله بالشلاليق. وشكرا.
شكرا أبو زينب من النجف كان معنا. رسالة يقول فيها مبروكنا الإمارات، يقول فيها العراق الجديد وضمن العملية السياسية تجد الطبقة الحاكمة والمتحكمة بالبلد وثرواته ومصير شعبه يمارسون السياسة بعقلية الأطفال حينما يشتركون في لعبة، فتراهم حينما يريدون البدء يعمل بعمل مشترك يصعب جمعهم واجتماعهم وإجماعهم، وحينما يتقاسمون الأدوار والمناصب والمكاسب تبدأ المزايدات ومظاهر القوة والنفوذ بأخذ دورها لاستجلاء أفضل المطروح، وحينما يستبعد اللاعب أو يخسر منصبه تبدأ الفضائح والملفات بالظهور وينطلق لسانه. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. النائبة جميلة العبيدي ذكرت بأن الشخصيات القديمة في العملية السياسية هي التي جذبت أصوات المواطنين في الانتخابات البرلمانية الماضية، وهي من تتحكم بالوضع الحالي وعملية المحاصصة على المناصب كما قالت. أشارت إلى أن الأعضاء الجدد في البرلمان والملتحقين حديثا بالأحزاب هم أقرب إلى البيادق، وتابعت إلى بأن الوجوه التي تتحكم بالعمل والأجواء السياسية لن تتغير طالما أنهم مدعومين من أمريكا وإيران، وليس الشعب من يتحكم ببقائهم أو قانون أو برلمان، إنما الجهات الخارجية هي التي تتصرف وتختار من يبقى ومن يرحل. وقد استطاعوا خلال الأعوام الماضية تحريف الدستور وسحب إرادة الشعب، هذا بحسب النائبة جميلة العبيدي. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل عراقي شريف. أهلا بيك أستاذ. يعني أنا اللي يعني من يطلع هذا الفيديو عن كلام العامري والخزعلي يمه، دلالة على أنه يعني الخزعلي من دي يضحك، يعني دلالة على أن الشيء هذا كله ما يصير، كله ضحك على العراقيين وضحك على الشعب العراقي. يعني هذا يعني والله العظيم الفيديو يعني دي أكد إنه هم غير صالحين. لو صالحين لكانوا لملموا كيان الوطن العراق أو لملموا من النازحين ورجعوهم إلى مناطقهم وقدموا لهم المساعدة، ومع العلم انه قدموا الاعتذار. وشنو فائده الاعتذار؟ البارحه انه كان مقتدى الصدر بيفتر او بيزور الزائرين بالنجف وكربلاء. يعني دلاله على ان الشعب العراقي يعني مع الاعتذار للشرفاء اكبر منافق، لانه يحكي على مقتدى ويطبع بالمظاهرات عن مقتدى وعن تصرفات مقتدى، وهو هم بيتلمسون بهدومه وبيسلمون عليه ومبتسمين. لكن نسوا اهل البصره، نسوا اهل الجنوب ايش يعانون، نسوا المعاناه والمأساة اللي احنا بنعيشها. بالاضافه الى هذا، ماجده التميمي قالت انه مصرف الرافدين 12 مليار من الاموال غرقت. ليش احنا شنو عندنا؟ احنا خالينها بكياسه،
لو مصفطيها تحت الأرض بفلوس غير المفروض في قصات محكمة أو صناديق حديدية قد تكون أو صناديق تحافظ عليها، وبعدين تعلن أنه عندنا 312 مليار. هاي الـ 12 مليار فين وين المتلوفة؟ غير المفروض الحكومة أو الرقابة المالية تقول أنه وين هاي الأوراق اللي تلفت حتى أنا أقدر أنه يعني أطبع، ومع هذا طبعوا المليارات وسكتوا مع العلم أن أنا أعتبرها كسرقة بحق المواطنين. ترى كل الوزارات وكل المصارف هي اللي تعمل إلى إيران وتعمل يأخذون فلوس العراقيين. وهسه نزلوا قيمة العراق الدينار العراقي، وإيران تحاول إنه تأخذ أكبر كمية من الدولارات من العراق حتى للأزمة الاقتصادية اللي هي سدت عليها. أستاذ يعني إحنا والله ما أعرف إيش نحكي، يعني الحكومة ما قدمت من 2003 إلى الآن لا قدمت شخص يعني يعبر عن نزاهته أو عن خدمته للشعب. وكلهم هذول أهل الخبرة أهل النزاهة كلهم طلعوهم برا بالخارج، وقسم قتلوهم من علماء من أساتذة من بعدين خلوا الاقتصاد العراقي مشلول أو العراق مشلول، قسموه إلى دويلات. هذه الدويلات اللي تصير عندنا ما بين السنة والشيعة والأكراد، حتى عادل عبد المهدي انه دا يرد السنة انه انطيناهم 6 وزارات والاكراد 3 وزارات والباقي كلها للشيعة. احنا ما نريد هذا التقسيم، احنا نريد احنا ناس يجون حتى اذا كان شيعي اذا كان سني اذا كان كردي بس يكون شريف ويقدم خدمة الى الشعب العراقي. يعني ليش انه هاي توزع هاي الحصص بدل ما انه يوزعون خدمات يوزعون يعني شيء اللي يخدم البلد. يعني بعدين انه هذا العراق يعني ارجع واقول العراق كان درع الجهة الشرقية للوطن العربي، هم ايران والدول الاجنبية وخاصة امريكا واسرائيل انه هدموا هذا الدرع، فاصبح العراق والدويلات اللي موجودة بالشرق الوطن العربي مستباحة من قبل ايران من قبل اسرائيل من قبل امريكا. هدموا الشعب قتلوهم، الجهل أهم شيء الجهل. يعني إحنا لو نعرف إنه إحنا العراق بيروح من إيدينا وراح العراق، إحنا قاعدين جايبين الجمال ومزينيها وبتمشي في أطراف بغداد أو في بغداد احتفالا بالأربعينية. ليش الحسين يريد هذا الشيء؟ يريد إنه إنفاق الأموال لناس يعني ما تستحق، أو إنفاق على الأرامل وعلى المستحقين من أبناء الشعب العراقي وعلى الأطفال الأيتام وعلى المعتقلين. أصلاً حتى المعتقلين نسيناهم، حتى الحكومة نسيتهم، أخذت حتى التاجر بأعضائهم، حتى قد يموتون وما حد يدري ليهم. يعني هذا بلد راح انتهى، فإحنا السبب من عندنا. أنتوا يا شيعة أنتوا دمرتوا البلد، فعليكم يا شيعة الشرفاء الشرفاء من الشيعة لازم يوعون ويوعون إلى جانب الشعب العراقي كله. زين أم عبد الله، يعني نرجع ونقول إحنا نفس زين ابن الجنوب اليوم مو يعاني؟ زين مو أكو ناس يدعون تمثيلهم لأهل السنة سووا للسنة؟ أستاذ أقول لك هي المجموعة الشيعية والسنية والكردية اللي موجودة بالحكومة هي سقط، ما مثلت لا للشيعة ولا للسنة. اي فما نعمم احنا ما نعمم نقول والله كل الشيعة او كل السنة، يعني ما عممت. لا استاذ ما عممت. يعني هسه اهل البصرة مو شيعة؟ والله انا احييهم واخليهم على راسي لانه عرفوا هسه، بس هو المفروض كان من زمان هاي الشغلة تصير. لان احنا لازم يعني نوعا، وبعدين عندنا جهل هواية، عندنا جهل هواية هو اللي حطم بلدنا. وتحياتي. شكرا أم عبد الله من بغداد كانت معنا. النائب جمعة العطواني ذكر بأن من يحال على التقاعد في العمل السياسي في العراق لا يعني بأنه اعتزل السياسة، فالتقاعد كما يقول في السياسة هو إجراء طبيعي وليس أكثر من تعبير لغوي كما يقول وإداري
تعمل به الدولة ورئاسة الجمهورية عندما تنتهي أعمال الموظفين لديها. لفت إلى أن الوجوه القديمة ما تزال تسيطر على أغلبية مفاصل الدولة، وقد يتم استقطابها من جديد من أجل أخذ حصصها من المناصب والعودة إلى المناصب السابقة بتعديل بسيط. أضاف بأن إبراهيم الجعفري يعد من الشخصيات المنتهية كما قال، كذا الحال مع باقر سولاغ، فهما لم يدخلا منافسة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أما أسامة النجيفي وإياد علاوي ونور المالكي فقد فازوا في البرلمان بالانتخابات وهم الآن أعضاء فيه، وربما يكون لهم مناصب في الحكومة الجديدة في حال تعلق الأمر بالاستحقاق الانتخابي. طبعا إبراهيم الجعفري لم يكتفي بمنصبه في رئاسة الحكومة، بل ظل عضوا في البرلمان لدورتين، وشارك في حكومة حيدر العبادي بصفة وزير الخارجية، والحال ينطبق على نوري المالكي الذي كان رئيسا للحكومة لدورتين 8 سنوات قبل أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية، وأحيل أخيرا إلى التقاعد، فيما يستمر الطموح لمنصب جديد والحال ذات على أسامة النجيفي وأياد علاوي وباقر صلاغ وسليم الجبوري وغيرهم. ولا يبدو بأنه للوجوه القديمة يعني حضور في الحكومة الجديدة التي من المفترض أن يشكلها عادل عبد المهدي التي يعني الذي تنقل بين وزارات وهيئات وأكثر من منصب سيادي. لكن مراقبين يرون بأن عودة صقور الأحزاب قد تصبح واقعا في حال فشلت حكومة عبد المهدي وتبديل وزراء جدد بآخرين قدامى بحجة الخبرة وإلى جانب المناصب السيادية لقادة الأحزاب المعروفين وتمثيلهم العراق في المحافل العالمية، وبأنهم يتحكمون فيما هو خارج إدارتهم، ويحدث أن يدخل على الأمن والأمور العسكرية وزير لوزارة خدمية، وتتداخل يعني خطوط العمل بين الوزارات إلى درجة عدم الانسجام. يعني حدث ذلك في أحيان كثيرة وأدى إلى إخفاقات لم تؤثر على السياسيين إنما شعر بها المواطن، ومنها أزمة مدينة البصرة التي تفاقمت بسبب فشل الوزارات على مدى الأعوام الماضية في أداء مهامها، ويعني شهدت مشكلة أمنية وخدمية واسعة. شفنا الاغتيالات الأخيرة اللي صارت بحق المتظاهرين، يعني وكذلك يعني أثناء المظاهرات نتج عنها يعني قتلى، عشرات القتلى وإصابات، وكذلك آلاف المصابين بأمراض معوية في الأشهر الأخيرة من حكومة حيدر العبادي الذي شغل منصب وزير الاتصالات كذلك سابقا وبرلمانيا عن اللجنة المالية. معنا اتصال أم محمد بن السليمانية، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم استاذ عمر. السلام ورحمة الله وبركاته. الرافدين وكادرها الله يكرمك استاذ عمر. هي هاي الحكومه صاير يعني تروح وجبه وتجي وجبه مكانها، وما يخلون احد حتى لا يريد يشتغل عادل عبد المهدي ما يخلوه يشتغل. زين هم شايفين هذا الحكم يعني هذا الشعب المقرود الفقير دي يشوفوش قد يعاني، دي يشوفوش بيه هذا الشعب قاتل الجوع، وخلوا الشعب مالهم يبوق هم يعني النوب قاموا يبوقون يشيتون على بيوت ويبوقون استاذ عمر الشعب، لان ماكو فلوس يعني يستمتعون ويلبسون ويعني اي شغله اللي بالهم تصير، لا ينطون راتب للشعب، لا اكو مزيده هم يعني للمتقاعدين للشعب العراقي، هم الفلوس دا يتقاسموها بيناتهم، حتى يعني اذا يجي عادل عبد المهدي ما حد يخليه هم يعني ايدهم فوق راسه. هذا يلزمون دستور 1 2 3 خلاص، والله ولا مطمنين عن حكومة، يمكن راح تجينا هم حكومة أسوأ النوب. نعم. أسوأ بعد من العبادي، أسوأ من العبادي راح تجي وأسوأ من المالكي، والله هاي من راح من يعني احتلال العراق لليوم الشعب العراقي شاف الويلات، حتى هاي الأطفال شافت الويلات، فكت عينها بالدنيا شافت الويلات أستاذ عمر. نعم. زين إذا متى الشعب العراقي ينتظر؟ العالم ولدها كلها فرت وراحت للدول ما عندها ولد. زين غير هي الشباب بالعراق تشتغل تعيينات يوفرونهم يعني فرص عمل، وين الحكومة هي جت يعني وفرت فرص عمل؟ هاي الدرسة المهندسين يعني كلها كملت جامعات، وينها؟ ليش ما يعينوها؟
ماكو بالواسطات يعينون استاذ عمر بالواسطة وبالفلوس. روح هسه انت اي شغله تريد يقول لك الطين من الباب يتلقاك الطين هالقد ما بلاخ هسه اسوي لك اياها. زين ان ما عنده شلون ان ما عنده شلون والله لا حد يتوقع حكومه جديده تجي. والله لو يطلعون مو يفترون بالمتنبي وغير المتنبي، خلي يفترون بكل مكان، ما حد راح يصدق بيهم لان السابق هم نفس الشيء استاذ عمر. أنا أشكرك أم محمد من السليمانية كانت معنا. أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك إن شاء الله يا رب. حياك الله يا أهلا بك أخوي عمر. هاي الحكومة واللي بعدها واللي بعدها ما تسوي أي شيء، لأن هم دولة تبعية إيرانية. يعني كل دولة كل اللي يدعون نفسهم بين وزراء أو سياسيين هم شو يعني من جوي من العراق، دولة مو عراقيين. فدمار العراق حيصير بيديهم اذا ما بيقوم الشعب. يعني هسه شوف الصناعه الزراعه، يعني العراق كان يصدر الخيرات هاي مال العراق كلها وزايده. فهذول جو تدمير العراق على بكره ابي. نعم. يعني منو منو يعني اي 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 مذهب من مذاهب او الشعب طول عامه من ارتاح؟ ماكو. فهذول هم اعداء للاسلام. يعني اي شغله تصير لازم يروحون للولي يستفيه يقولوا له شو نسوي. زين اي واحد منهم هذول مشترك يعني حرب ايران يعني ضد الحجم؟ لا، كلهم هذول ضد العراق. فهذول ما يعني ما يدون العراق يستقر او ينبني. يعني تدري شوف، روح لوزاره الصحه شوف الناس مشغوله بالقاع في سبيل الله شكلها مغذي، ولما طوب يعني لازم تروح تجيب دواء من برا، والمسواق كارثي، الاشياء يعني البيت فيها يعني فاسد، الدواء يعني حتى الدواء فاسد. هم فاسدين لما هم فاسدين ما خلوهم الامريكان، والامريكان لعبوها لعب صحيح، يعني لعبوا لعب صحيح على العراق في سبيل على استعاده استحدى مال شامل، ولا استحدى مال شامل مو كذبوها. يعني هي الديمقراطيه جابتها امريكا. هم دول عراقيين جو اللي يحكمون العراق؟ لا مو عراقيين، هذول وباء على الاسلام. هم ومذهبهم هذا مذهبهم القدر. والله لعبوا بالعراق لعب دولة السفلة، مو عراقيين دولة. إذا ما يروح إيران ما يصير. يعني رئيس وزراء شنو إيران؟ هي شنو إيران؟ هي يعني اليد الطولة لإسرائيل وأمريكا. استوى قدام لما انطبوا عليه. كان دولة ما سووا مفاجأة في العراق، ما أذوا، ما عطشوا، حتى جفوا القاع. الناس قامت تتمرر سرطانات. سووا هم هذول قدام، سووا مثلهم، قام يقتل بالشارع على الهوية. فهم هذول هم دمار العراق وبلاء العراق. والعراقيين إذا ما يصحون والله العظيم هاي الجاية الوقت الجاي سيء للغاية. العراقيين اصحوا يا عراقيين، والله عيب والله عيب والله. قام يضحك عين الدول بعد، ما حد يحترمنا. أسوأ دول العالم صارت العراق، أسوأ دول مع الأسف. هذول الأوباش ابناء الشارع يحكمون العراق، تريد عراقيين من عندنا وبينا. والله يحكمني زبال عراقي، زبال عراقي اشرف من دوله. والله عبد الزبال اشرف من دوله والله. نعم. أنا اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. ابو ياسين من بغداد كذلك، تفضل ابو ياسين. تحياتي لك اخوي قناه الرافدين. اهلا وسهلا بك. طبعا احنا من صارت قناه الرافدين لحد الان احنا يعني كلامنا كله واحد بس فيه تفرع. نعم أخي، هؤلاء الحكام اللي يحكمون العراق الآن، العراق بريء منهم ومن وجوههم القبيحة. بلد أجيتوه من 2003 كان أجمل بلد، بلد الأمن والأمان، وأصفى بلد، بالكهرباء كانت صافية، ومينة كنا نشرب من النهر، والله كل شيء ما يصير بينا، وأراضينا شغالة للزراعة، شوارعنا نظيفة، جسورنا نظيفة، وبشرنا كان لحمة واحدة من الشمال الى الجنوب. والله من كان، وانا ما هذا مو رايي، راي اي واحد، من كان الرئيس صدام حسين حاكم للعراق؟ اخي ما كنا نعرف هذا غربي او جنوبي. يعني كنا قبل بالعسكريه نشوف واحد نقول له تمنين، يعني نشوف اهل يمنه، بس ما نتسال من اي طائفه. اخي العراق كان واحد. والله العراق يعني من اجت هذه الغمه السوداء من قاد الى عمامه. أول دخولهم للعراق علموا العراقيين منهم ما أقول الفقرة،
الأغبياء، لأن الفقير واحد والغبي واحد، علموا هؤلاء على تفتيت لحمة العراق يعني ميليشيات وغيرها، وليس العراقيين الوطنيين. وانتفقوا هذه الحكومة وأمريكا وإيران وإسرائيل على ضربة الحسن العسكري وعلي الهادي، وبهذه الضربة نجحت خطتهم الشيطانة على العراق وشعب العراق. والآن 70% من العراقيين الآن هسه كشفوا هؤلاء أنهم مجموعة خونة وكفرة أيضا من قاض إلى أعمامة. وهذا الذل اللي صار هسه بالبصرة، هاي مو على مود المظاهرات أخي، فودا أهالي البصرة الأبطال مزقوا صور الخميني الدجال، هؤلاء انتقموا من أهالي البصرة الفيحاء. وكو نقطة يعني هاي ملاحظة صغيرة، أكو بعض من المواطنين العراقيين اللي يقولون إحنا مظلومين، يقولون إحنا الناشد المرجعية وغير المرجعية. أخواني أصحوا، المرجعية والسياسيين كلهم منتفقين مع إيران انتفاق واحد على تمزيق العراق وشعب العراق بدون استثناء، منتفقين على تمزيق العراق من شمال إلى جنوبه. لا تقول باللي لابس عمامة، هاي العمامة موجة، شلون قبل عندنا موجة بالتسعينات والثمانينات من واحد يلبس لبس ضيق أو يسوي له شعر، أخي هاي موجتهم يا أخواني، هاي موجة مال العمامة بإيران كلها دجل. العمامة ما تسوق بس الآل البيت والرسول. وأنا أذكرك أخوي أبو ياسين من بغداد، كان معنا، شكرا لك. رسالة يقول فيها أخي عمر خصم الكلام، يقول التخلف والجهل وتجار الدين وخرافات الماضي التي لا تنتهي هي من ضيعت البلاد والعباد. أخي أكو سارق وقاتل يقود بلد يتساءل. موضوع آخر اليوم، على أساس أنه هناك يعني جهات برلمانية وسياسية تريد فتح ملفات وزراء ومسؤولين كبار في حكومة حيدر العبادي المنتهي ولايته. طبعا نفس الدعاية لما اجي حيدر العبادي قبل 4 سنوات على أساس حسب المفسدين يفتح ملفات ويضرب بيد من حديد، اليوم ترجع لنا نفس مثل ما نقول بالعراق نفس القوانين. يعني يتحدثون هناك محاولة لاستصدار قرار بمنعهم من السفر حتى يتم التحقيق بملفات فساد ضدهم، بينما أكد مسؤولون بأن الخطوة لا تخرج عن إطار الانتقام الحزبي والتصفية السياسية. مسؤول تحدث بأن نواف البرلمان الجديد بدأوا بمتابعة وفتح ملفات وزراء ومسؤولين كبار في حكومة العبادي، وبين بأن هؤلاء المسؤولين بينهم وزراء ووكلاء ومستشارين في مكتب حيدر العبادي ومدراء عامين في عدد من الوزارات المهمة. معنا اتصال أبو محمد من ألمانيا، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي لو تسمح لي بس فقط تفضل. أنه أريد ألخص يعني الواقع اللي في العراق. طبعا مع أسف احنا طالعين من زمان وخريجين جامعات، لكن البلد هو عبارة عن كالآتي، يعني إذا تريد البلد يرجع حاله إلى حال الزمن الجميل هو أن يلغى الدستور، هذا أول شيء، وتلغى عملية الأحزاب، ويطرد ويكنس كل هذول اللي جوا على الدبابات الأمريكية، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد يستجيب القدر. أبو القاسم الشهابي يقول هذا لا. وعليه وتشكل حكومة عبارة عن يعني دستور يوضع من قبل يعني أمم متحدة تكون موجودة، نظام رئاسي، وكل الشعب كل الشعب يعني من 18 سنة بالألماني احنا نقول أربع سنيارة، من 18 سنة يقدر يرشح الرئيس الدولة ويقدر يرشح الوزارة، وتبقى هنا عاد الانتخابات الشعب يقرر. أما بقت على الأحزاب والأحزاب بيناتهم، ويعني أنا ما أريد أقول يعني فتح شاية بالعراق نقول يعني الشعب قابل على هذا الوضع، فإحنا نقول يعني حشري يسمع يطب مرض، لازم واحد يكون تغيير. الوجوه نفس وجوه، ضحكوا عليكم ما عملوا أي شيء، بس مجرد غيروا أسماء الأحزاب وغيروا المكانات مالتهم. لا. ناس يعني أنتوا تجرون وراء واحد معمم أو تجرون وراء إنسان، ترى كلهم كذب في كذب كلهم. يعني هذا العراق وصل هالمرحلة هذه والله العظيم على أسف. زين يعني إحنا نريد نقول يا شعب العراقي أصحى، هذه آخر مرة لك، هذا آخر شيء، جابوا فلان غيروا مكان فلان، لا السنة مرتاحين والشيعة مرتاحين، أنا أصدقائي هنا كلهم شيعة، وكراد كلها مليانة أمانية كراد وشيعة وسنة. هذا الشيء هذا الشيء ما موجود، هم مجرد مستفيدين، ما يعني كل واحد انتخبوا وخان، ترى 19% هي عبارة عن أحزاب و
احنا نقول بعراقي الحبربشيه وجماعتهم مواليهم فقط. اني اصحابي هنا أنا اقسم بالله العظيم شيعه واكراد وسنه، ما حد منتخب ما حد منتخب. والمانيا شفت التزوير، احنا بالمانيا. فهذا الشيء لازم العراقيين اللي ساكنين داخل العراق. انا من بغداد. نعم نعم ابو محمد. اهل البصره انه الشعب بالداخل هو المتأذي. متأذين عليهم ومتأذين، لكن احنا متأذين على بلد العراق ومتأذي اكثر، احنا كله بالعراق. فهذا الشيء انه ما حد منتخب، الشعب ما انتخب، هم انتخبوا بيناتهم. لا المسؤول هم جابوا لنا الطائفية. نعم. شنو الطائفية؟ انا سني زوجتي شيعية، يعني اطفالي انا شو اقولهم؟ هذا الطائفية اللي جابوها، السني لا خدم سنة ولا ابد، والشيعي لا خدم شيعة، والكردي ما خدم اكراد. نعم. وعليه انه لازم يكون الدستور يلغي، يعني هذا نظام الاحزاب اذا ما يلغي اقرا العراق. واستاذ يعني جامعي انه ارد اوصل العراقيين يسمعون صوتي طبعا. نعم. الغاء الدستور العراقي اللي بنى على الدبابات الامريكيه. نعم. نفس ما دا يصير الان في السعوديه، كله عباره عن فلوس والى اخره، الشعب العراقي هو الدافع الثمن. نعم. وهذه لعنه الله على ايران. يعني انا ما اعرف شلون هذول، اكو بعض العراقيين يوالون ايران على حساب بلدهم، اذا هذول مو عراقيين، هذول اصولهم ايرانيه. زين. نعم. يعني احنا الله جاب لنا هذه ايران، لازم نشيل لهم النجف وكربلاء نعطيهم اياها على مود نرتاح. فيا عراقيين اصحوا، ماكو شغله شيعة وسنه وكراد، احنا نعم. كنا عراقيين والله العظيم من الصفر لعبه كره قدم هنا واحنا بالغربه دا احكي، يعني دا اتكلم يا عراقيين داخل العراق، احنا نعم. بالغربه. الامر والله شوف العراق الحقيقي مصغر وحتى بكره القدم. الامر ابعد من نعم. النجف وكربلاء، الامر ايران يعني سوريا ما بيها نجف وكربلاء ولا اليمن ولا لبنان، ولكن هي تتوسع في المنطقة أطماع لديها. أنا أشكرك أبو محمد، ألمانيا كان معنا. نقرأ آخر رسالة على الواتساب، يقول القناة المجاهدة الرافدين الحبيبة، أنتم صوت الحق في غابة الباطل، ثبتكم الله ورحم الشيخ الشهيد بإذن الله أبا المثنى. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.